الرحمن الرحيم. مرحبا بالحضور الكريم في افتتاح الملتقى الأول الاحترافي للتقنيات الاحترافية للحلاقة والتجميل. Premier événement beauté des techniques pro en coiffure et esthétique. اللي كينظموا معهد سيمو فالنتينو للحلاقة والتجميل. نجدد الترحاب بالسادة مديري وأطر معهد سيمو فالنتينو للحلاقة والتجميل. الضيوف الكرام، حرفيات وحرفي المجال، متدربات ومتدربي المعهد. على بركة الله نفتتح هذا الملتقى بأولى فقراته ونغتنم جميعا هذه الفرصة اللي منحها لنا معهد سيمو فالنتينو باش جمع أكبر وأشهر حرفي المجال مع المتدربين للاستفادة من أحدث التقنيات في السوق. وبلا ما نطول عليكم نمر إلى إعطاء الكلمة لرئيسة الملتقى الأستاذة المتمرسة في أحدث التقنيات ليدغا فاسيال السيدة الكريمة عشلوج نجية. مرحبا بك. شكرا. تفضل. مسيو لو فونداتور محمد طبراني، مسيو لو ديريكتور ادمنستراتيف اي بيداغوجيك احمد عيساوي د لانستيتيو سيمو فالنتينو، سون تريز اورو اي اونوري دو فوز اكويير ا سيت ايفينمون ا لوتيل ايبيس محمدية. Nous sommes immensément fiers de la réputation de notre institut Sîmo Valentino et l'environnement d'apprentissage professionnel en esthétique et la coiffure. Nous souhaitons vivement que chaque stagiaire soit heureux, épanoui, respectueux, responsable, ouvert aux autres, ouvert au monde extérieur et aussi à son domaine de la coiffure et d'esthétique. Qu'ils sachent développer leur confiance et leur goût de l'effort. Je voudrais particulièrement exprimer nos chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités. Merci d'avoir sacrifié de votre temps pour être ici et se déplacer pour être au rendez-vous par la même occasion. Je vous souhaite de passer de bons moments intéressants par la présence de Monsieur Aziz Tislit, expert en chignon et 3D et make-up, société Osra, des produits cosmétiques présentés par Madame Filali, Monsieur Adil Amhila, expert sur les coupes fashion et coiffeur Jamex en coiffure pour hommes, formatrice Madame Najia en hydrafacial moi-même. Merci pour votre attention. والآن نمر لكلمة السيد مؤسس معهد سيمو فالنتينو مشكورا على هذه البادرة الطيبة السيد محمد طبراني والتي تنوب عنه المساعدة الإدارية هدى هبطي. مرحبا بك. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. بصفتي المساعدة الإدارية لمعهد سيمو فالنتينو أتشرف بإلقاء كلمة السيد محمد طبراني مؤسس معهد وصاحب مجموعة صالونات سيمو فالنتينو للحلاقة والتجميل. أتوجه أولا وقبل كل شيء بالشكر لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ونصره على اهتمامه وعنايته الملكي السامية الثابتة بقطاع التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية ومسار واعد لتهيئ الشباب المغربي لولوج الشغل والاندماج المهني. ونحن بدورنا جند مجندون وراء صاحب الجلالة أدام الله له النصر والتأييد تحت شعار الله الوطن الملك. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر لمعهد سيمو فالنتينو للحلاقة والتجميل بجل مكوناته وأطره على تفضله بتنظيم هذه التظاهرة وإنجاحها. كل الثناء والشكر والتقدير للخبير عزيز تسليت على تلبية الدعوة ورغبته تقاسم خبرته الوازنة والثقيلة على مر السنين مع متدرباتنا ومتدربينا ومدعوينا الكرام. شكرا عزيز تسليت. وكذا أغتنم الفرصة لتقديم شركة أسرة المختصة في مستحضرات التجميل. شكرا على حضوركم، هذا لشرف لنا. في هذا اليوم المميز أتشرف بأن أسدل الستار على تظاهرة فريدة من نوعها تعتبر الأولى في مسيرتي المهنية. محمد طبراني 30 سنة خبرة في الديار الأوروبية شاملة فرنسا بلجيكا وإيطاليا.
هذه التجربة المتواضعة خولت لي صقل هذه الحرفة الشريفة التي أضحت مصدر إلهام تربعت على حلم طبق على أرض الواقع، ألا وهو تأسيس معهد سيمو فالنتينو للحلاقة والتجميل، هادفا من خلاله تكوين أبنائنا أحسن تكوين والأخذ بيدهم لتوجيههم التوجيه الصحيح وتوفير لهم كل الظروف الملائمة والمناخ المنعم بالنشاط لتنوير مسيرتهم العملية. وسنظل رهن إشارتهم حتى بعد التكوين راجيا من الله عز وجل أن نترك أثرا طيبا، فنحن نحتاج إلى العمل معا لاستكشاف كل السبل المتاحة للارتقاء إلى أحسن المستويات مستقبلا. وبطبيعة الحال هذا البناء المتكامل هو من فضل الله سبحانه وتعالى وجهود جميع الأطر بما فيهم السيد أحمد عساوي ديريكتور بيداغوجيك، مدام نجية عشلوج فورماتريس ديستيتيك، مسيو نوردين حافير فورماتور دو لاكوافور فام، مسيو عبد الخالق هواري فورماتور دو لاكوافور اوم، مسيو عادل أمهلة كوافور بروفيسيونيل، مادموزيل صفاء موريد اد فورماتريس ديستيتيك، ومادموزيل هدى هبطي اسيستون دو ديريكسيون. مشكورون على جهودكم الجبارة وشكرا. كرام، ندوزو للطالب النموذجي سي حسن الرادي اللي غيلقي كلمة بالأمازيغية. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون ما غادي حاضرن عبد جبارو أربعة سنين مير سي محمد تباراني مؤسس تينمل سيمو فالنتينو المدير سي أحمد العساوي لكل سلمان اللي قيس لانين استسمي باري اللي غيغيان محضرن اللي قيس تمن مدنين أربعة سنين مير سلمان في السير تويزي سيارة تويزي اللي قيس لانين باش تسلكم من المدنس سيارة تسكى باري مقور على حرفتد دير تيريغ هاد سنين مر محمد تباراني في الياقين اللي قيسي لان باش يمحضر ولا تينمل استوري خاصيات وكل ما يقال الماتيريال ولا كل ما يخصها تينمل غير هذا غادي نيغ التيريغ غاتبرك كل ما غادي يحاضرن ارقاز ولاتو مغارين ما يمزين ولا ما يمقور الى هاد الخاطر نون في الجيجم اكوني حفظ ربي مرحبا بكم اكوني حفظ ربي. جا الدور ديال السي احمد العساوي مدير البيداغوجي والقلب النابض لمؤسسة سيمو فالنتينو، سي احمد مرحبا. السلام عليكم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تهانينا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يهتم بالشباب المغربي. وبعد سيمو فالنتينو تأسست لهذه السنة أول فوج اللي غادي تخرج هو هذا اللي غادي نحن فيه غادي ينتهي في شهر 9 إن شاء الله، ولكن كنظن هي الأولى في المحمدية بفضل الأطر ديالها وكل من وكل ولي السي محمد الطبراني يرجع له الفضل في ترتيب البنية التحتية للمؤسسة. وبلا ما غنطول عليكم بعدا مرحبا بكم واللي جا بعيد واللي جا قريب واللي لبى لنا الدعوة بالحضور مرحبا بكم ثانيا. اليوم بغيت جات هذه المناسبة وهذا الحدث وقبل وهني السي عزيز اللي جا من مدينة مراكش الحمراء احترمنا وجا وتا هو محترم وألف شكرا له بالحضور مرحبا لأنه نجم غني وعلى التعريف. هذا سيمون فالنتينو بديناها بواحد النية ديال نقوموا بواحد التكوين اللي يكون في المستوى وكيسير العصر بفضل البرامج ديالها واستعمال الزمن اللي خديناه والبرامج التكوينية اللي خديناها في الترخيص. وكنحترموا القانون 13 ديال المؤسسات الخاصة. كنلاحظ في المحمدية ولا بالمغرب بصفة عامة بأن واحد 400 ساعة من البرنامج العام ديال المؤسسات الخاصة
وبالنسبة للحلاقة والتجميل بالأخص 400 ساعة ما تتقراش في المدارس. احنا بفضل المجهود ديالي الفردي وعلى حكم تجربة طويلة لأنه أنا 30 سنة تقريبا في تسيير المدرسة لأنه كنت صاحب مؤسسة مؤسسها ومسيرها في مدينة مراكش لمدة 20 سنة. لاحظنا كاينين ثلاثة د الحوايج ديال هاد 400 ساعة من ضمنهم لا كومينيكاسيون ما تتقراش. ما كاين لو دومين ديسيبلينير كومبليمونتير ما تيتقراش. كاين لو دومين دونفيرونمون بروفيسيونيل ما تيتقراش. لأنه دابا هاد الشباب اللي كيدخل المدارس الخاصة ديال الحلاقة والتجميل أغلبية الناس كيردوهم بحال لا أمي شوية، ولكن أنا لاحظت في هاد السنين الأخيرة بأن عندهم مستوى مهم. انه لاحظت كاينه نسبه كثيره ديال عندو نيفو الباك والبكالوريا وما فوق، يعني خاصو هاد لي دومين ثلاثه خاصو يقراو، لانه باش يمشي للمحل ويسير محله واللي يدير مقاوله ما تيعرفش، ما كاينش لا كومينيكاسيون، لانه كيجي استاذ الدراري ما كيبغيوش يقراو، يعني حتى دور التاطير ولا المدير المؤسسه شويه كيكون منعدم. ودي واحد المساله اخرى انا غادي نقولها لكم كاملين، لانه المسائل اللي كتخص تاسيس المدارس ما كيقولها لكم حتى واحد. ومن واجب داك الاستاذ ولا داك المدير المؤسسه خصو يقول للتلميذ ديالو هذاك الشيء. انا من اليوم لانه هذا المتدرب اللي كيتخرج ولا المتدربه اللي كتخرج من التجميل ولا الحلاقه عندها الحق باش دير مؤسسه. انه هو مساله بسيطه، ولكن هذاك مول المدرسه كيدير واحد البروتوكول خاص به وما يبغيش يوريه وكيخبيوه على التلاميذ ديالهم هذا الشيء. يعني ماشي يمشي كل شيء تيقرا ويمشي باش يدير هاد الصالون ولا يخدم في الصالون. لا، خاصك من حقك حتى تكوني مكونه، من حقك تكوني مديره هي مؤسسه، من حقك تكوني مؤسسه. وداك الشيء كتبعيه واحد المسطره انه بسيطه. المهم جبت هاد النقط، انا مستعد لاي واحد فيكم ولا خارج المؤسسه ولا داخلها من المتدربين اللي بغى يفهم هذه الخطوات ويكون عنده طموح باش يكون بحال مكون. كما لاحظت انا مكونين ما كاينينش في المحمديه ولا حتى في المغرب قلالوا بزاف. علاش؟ لانه ما كاينش تكوين في وسط المدرسه. حتى دوك الحصص التكوينيه اللي كيدير الوحدات التكوينيه اللي كيتقراو ما كينبوش التلميذ لهذا الشيء. واخيرا اشكركم ثانيا، واللي بغى هذه المعلومات عنده فكره بغى يكون مكون، بغى تكون مكونه في مؤسسه خاصه، بغى ياسس مدرسه، بغى يدير مدير ولا مديره فيها، مرحبا انا نعطيه الشروط ديالها باش يبنيهم. لانه على الاقل كتاخذي الدبلوم في السنه خاصك ديري واحد 5 سنين وديري حاجه من هذا الشيء. اقل ما كاين هو 3 سنين. يعني اللي عنده مستوى مزيان وبغات هذا الشيء انا مرحبا مستعد. واشكركم ثانيا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. ضيوفنا الكرام، وصل الوقت الشق التطبيقي من الملتقى، وكنتشرفوا بحضور الماركه اسره كوسميتيكس اللي غتقدمها لنا السيده الغنيه عن التعريف مدام فيلالي بمعيه المؤطر المقتدر سي نور الدين حفير. كما غنستافدوا جميع من كوب فاشن بور فام اللي غيقدمها لينا السي عادل فلامينغو لو كوافور بروفيسيونيل اي مسيو جاميكس وعبد الرحمن فتحي. شكرا.